لنفرض إنك خزنة، وين كنت بتتخبى؟ حسب رأيك هاي تعبيرية ولا واقعية؟ هاي تماماً حماتي. يلا بعد في عنا خزنة. أيوة هذا اللي بحبه. ورا تشكيلة منتجات نوفا في خزنة، نشتري من تشكيلة منتجات الحليب نت نوفا المشاركة في الحملة. ندخل على الموقع، نسجل الكود الموجود على المنتجات، وممكن نربح عشرات آلاف الشواقل. نوفا في كل بيت طيب.